رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء والذي عقد اليوم بقصر القضيبية. نعم، في بداية الاجتماع أكد المجلس على أهمية المباحثات التي أجراها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مع أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في دعم العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين والمضي قدما في تنمية مسارات التعاون الثنائي نحو الآفاق التي تحقق المصالح المشتركة. وفي هذا الصدد نوه المجلس بعمق العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، معربا عن شكره وتقديره لدولة الإمارات على مواقفها المساندة لمملكة البحرين عبر مختلف المحطات وما قدمته من دعم على جميع الصعد. بعدها أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمباشرة صرف زيادة بمعاشات المتقاعدين بأثر رجعي للعام 2021 وحتى شهر إبريل من العام 2022 وإدخالها في حساباتهم المصرفية بتاريخ 20 من إبريل 2022 بالتزامن مع موعد صرف المعاشات التقاعدية، وذلك في إطار الإصلاحات على أنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي بما يسهم في التغلب على التحديات التي تواجه الصناديق التقاعدية ويكفل استدامتها حفاظا على حقوق المتقاعدين والمشتركين. كلف سموه وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لمباشرة التنفيذ. بعدها قرر المجلس ما يلي: أولا، الموافقة على المذكرات التالية: مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مذكرة تفاهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية قبرص في مجال الخدمات الجوية، مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن رد الحكومة على 4 اقتراحات برغبة و3 اقتراحات بقانون مقدمة من مجلس النواب. ثم استعرض المجلس الموضوع التالي: مذكرة سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية بشأن نتائج التوظيف ضمن خطة التعافي الاقتصادي في الربع الأول من العام 2022 والتي أظهرت زيادة التوظيف بنسبة 32.1% والتدريب بنسبة 36% مقارنة بذات الفترة خلال العام 2021. بعد ذلك أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزارية بنتائج زيارة سعادة وزير الخارجية إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة.